ايه ده؟ سحلب مكار. ما يطلعش السود ده. انا فهمت الالعاب دي في اشارات تاني. اه في اشارات كده كده. قلب الشاي. لا كده الدائري كده، موقف العاشر كده، السلام كده، الدقي اشارات لبكره. انا مال انا بموقف العاشر والاشارات دي؟ انا فهمت كده يعني عايز شاي، اروح اجيب لك مج فاضي احطه قدام. مج فاضي ايه؟ ليه مج فاضي؟ مش انتوا هنا راديو؟ ايوه. يعني ما حدش بيشوفكم، انا متابعكم من وانا صغير، بتجيبوا مج فاضي تقول الشاي سخن قوي اعزائي المستمعين، النسكافيه بيقع عليا، لا ده انا باكل جزره احبائي والحاجات دي. لا كده تاكل جزره احبائي ايه؟ مش انتوا بتعملوا كده؟ لا بنشرب بجد عادي. لا بجد ده في البيت، احنا هنا جايين ساعتين نشتغل. يا جميل افهم يا جميل. إيه يا انت جميل خلاص افهم يا جميل. انا فهمت يا باشا. انت مين بقى؟ انا سعيد. ايوه شغال ايه يعني يا سعيد؟ مهندس صوت. لا بجد والله. ايه اللي بجد والله؟ انا مهندس صوت. هو في حاجه اسمها مهندس صوت؟ ايه يعني الناس تشوف صوت مبني يقول الله ينور يا باشمهندس؟ وانت بقى لابس الخوذه وبتلف حوالين الاصوات. عايزين نشد الصوت ده شويه والنبي. الصوت ده لو طلع فوق السابع هيبقى دوشه كتير. ونعمل ترخيص لاخر صوتين عشان نجيبهم على الارض. ايوه مش عامل انت مجنون يالا؟ امال ايه مهندس؟ هو انا مقاول اصوات؟ امال ايه مهندس صوت يا باشا؟ يعني بتحكم في الصوت، اوطي الصوت، اعلي الصوت. اه تقول لي صوتك مبحوح اشرب جنزبيل، صوتك عالي اشرب ينسون. اه يا استاذ سعيد. هو انا سعيد حساسين؟ والله ما فاهم تقصد ايه. ايه مهندس صوت دي؟ مهندس صوت يعني بتحكم في الصوت، انزل تراك. ايه تراك؟ اعمل دوبلاج. إيه دوبلاج؟ اعمل ميكساج. لا انا عارف ميكساج ده، انا مراتي كل يوم بالليل بتحط لي ميكساج. ازاي ده يعني؟ انت هتجنني يا حبيبي. يا باشا انا فاهمك. انت شارب حاجه؟ لا والله ما بشرب. لا شارب حاجه؟ شكلك بتشرب حشيش. والله ما بشرب حشيش. العصفوره قالت لي. ايه ده انت بتكلم عصافير؟ اه اه انت تكلم عصافير وانا اللي شارب حشيش. اه اه سيو 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 سيو. اه شارب. اه ايه ده يا باشا؟ ايه ده مالك فيه؟ مهندس اصوات. والله انا عجبتني القعده هنا واكمل في الراديو عشانك. بص يا جميل انا حبيتك يا جميل. انت يا قمر ربنا. بص يا جميل اقعد هنا على المايك ماشي، قول اي كلام وانا هظبط. انا يعني انت هتظبط صوت عليا؟ هظبط الميكس. اقول اي كلام؟ اعمل تيست. اه معاك. اه انت فرحان كده ليه؟ فرشت الحاجه ابو ظريفه بتمسي وتصبح 100 شمعه طايره حايمه من الاستاذ سعيد اللي منورنا في فرحنا النهارده. يلا اصحاب العروسه يقفوا صف، واصحاب العريس يقفوا صف. يلا اسمع سهر الليالي. يلا ايه ده مجنون يالا؟ ما انا هو بعمل اللي انت بتقوله. التعبيط مش قلت لي قول اي كلام؟ ايوه قول اي كلام عادي، قول كلام طبيعي. اه اعمل يلا. برنامج من اللي بتعملوه هنا يعني. يلا يا جميل اعمل برنامج تفسير الاحلام. يعمل اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا ايميلات كتير. ايميل من الحاجه فاطمه بتقول هاي يا شيخ، الحلم اللي فسرته لي امبارح طلع بايظ. بقول لك يا حاجه هاتي الحلم هنرجحهولك ونديكي حلم مكانه وعليك ابوس هديه. كده تمام؟ كده ماشي 100 100. هكمل هكمل. ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟ لا والله الشيخ نزل يلعب كوره. اسف اسف. ايوه ايوه انا الشيخ انا الشيخ. لو سمحت يا شيخ انت بتفسر احلام؟ ايوه بفسر احلام وبفسر بناطيل. انا كل يوم بحلم ان في فران بتلعب كوره. كل ما احلم بفران بتلعب كوره اعمل ايه؟ حضرتك قبل ما تنام النهارده تحط حته جبنه رومي تحت المخده، مش هتحلم بفران تاني. طب ما ينفعش بكره؟ ليه بكره؟ اصل النهارده النهائي. انت يا باشا قاعدني هنا عشان تقعد تتريق عليا وتهزر نهائي ايه يا ابني؟ ما بتريقش عليك ولا حاجه. امال ايه الكلام الغريب اللي ما بتريقش عليك؟ بظبط المكسات. خلاص انا فهمت الدنيا هنا في الراديو. اهم حاجه هنا في الراديو. اه شايف اللمبة دي؟ آه. أول ما تنور أحمر يبقى المدير واخد السكرتيرة جوه. فاهمها أنا دي؟ بشوفها في الأفلام المدير والسكرتيرة. وإيه اوعى والعى جوه. أنت خيالك في أفلام تمانينات. أمال إيه؟ مفيش الكلام ده. أمال أول ما تبقى هنا اللمبة حمراء يبقى إحنا على الهوا. ايوه اعمل ايه على الهوا؟ ديك اشارات بقى. اشارات. متكلمش خالص يعني. متكلمش خالص. بس انا اروح اجهز الكوبايات الفاضيه، حد يطلب شاي اعزائي المستمعين والحاجات دي. جهز انت الكوبايات الفاضيه وتسيبني انا في الهم اللي انا فيه. مالك يا باشا؟ المذيعه ما جاتش لغايه دلوقتي. انت قاعد احط في اغاني واملى مكانها واتاخرت. طب ما تطلبها. طلبتها 12 مره. ما بتردش عليك. ما بتردش عليا خالص. شكل ما حدش بيحترمك هنا خالص. خالص يا باشا. يا جميل والله. لا انت تيجي تشرب معايا نسون اروقلك اعصابك. يلا يا جميل. اهدى بس مالك كده؟ ده انت شكلك هزق قوي. صعيدي لكن روش.
صعيدي لكن روش على كل لون، تشوفني تتروش يا ابو بنطلون. انا روش انا روش. ده يابا ده جميل قوي يا ولد. تعال ناخد صوره سيلفي تاني بالستيك يابا. يا ولد يا ولد انت بتاع التكنولوجيا. فاكر ايه؟ يلا يا ولد يلا ناخد صوره حلوه. ركز يا ولد. استنى يلا يا ولد ناخد صوره كده للذكرى حلوه يا ولد. يلا يا ولد امسك معاك يا ولد. يلا خلاص ايه انا اقعد ساعة في امها مش عايز ارميها. انا اقعد ساعة واقفين خلاص ما نعمل ايه؟ طب نلعب سكواش ولا اي حاجة. هتعورني يا ولي يا ولي. خلاص يابا ركز يا ولي. انا اصلا زعلان منك. ليه يا ولي؟ عشان انت جبت لي عربية، جبت لي كاوتشات سبور، جبت لي ازاز فامي، جبت لي كل حاجة وما جبت ليش راديو جوه العربية. طب ما انا جايبك جوه الراديو اهو عشان ناخده ونحطه في العربية. بس ده كبير قوي يابا. وانت قليل يا ولي. ده انت مقامك كبير قوي يا ولا يا ولا. انت مين زيك يا ولا في البلد يا ولا؟ يا ولا انت يا ولا. ده انت ابني الغالي. حبيبي يابا. يا عيني عليك. طب اقول لك ايه؟ احنا هنشتريه ولا هنسرقه ولا هنعمل ايه؟ اشتري ايه يا غبي؟ جايين مستخبين عشان نشتريه؟ افهم هنسرقه. طب هنسرقه ليه؟ عشان احنا مطاريد. مين بيطاردنا؟ ذئاب الجبل. المقاولين؟ مقاولين ايه يا غبي؟ والله ذئاب الجبل المقاولين. مش المقاولين؟ والله معروفة من زمان. ذئاب الجبل المقاولين. طيب المقاولين. المقاولين حسن شحاتة عايزنا نلعب معاه في المقاولين. انا وانت ايه رايك؟ حلو نلعب. بس نلعب ايه؟ انا العب سردي باك. طب واني وركي باك. خلاص خلاص نلعب معاه. انبسطت كده؟ ايوه مبسوط. افهم يا ولد ذئاب الجبل دول ناس بلطجيه مش المقاولين والجبل الاخضر. تحرقش جمي. تحرقش دمي. طب اهدى في ايه مالك؟ خلاص خلصنا خلاص خلياص. طيب حطيت خطة ولا نعمل ايه؟ حطيت خطة ما تخرش المية. بجد؟ او عهد الله. قول. ركز مع اطلع خطوة لقدام. ركز معايا في الخطة يا ولا. ماشي. خطة عالمية. تمام. الخطة يا ولا. ايه هنلعب 4-4-2 ولا 5-3-2 ولا 2-6-2؟ ايه انت قاعد مع مورينيو؟ مفيش في خطه بجد. هنسرق مش هنلعب كوره. بالراحه يا ولا ركز ما تبكاش كده يا ولا. ما تحرقش اعصابي يا ولا. بالراحه انا عيل صغير لسه مش فاهم حاجه في الدنيا. ما انا بفهمك. طيب شوف بقى وركز الخطه بتقول ايه. ايه ده؟ الباب الامامي. تمام. وده الباب الخلفي. تمام. انا هقف عند الباب الامامي. ماشي. وانت هتقف عند الباب الخلفي لدرجي عشان خاطر. اهو انت اللي لدرجي. فاكرني عبيط؟ اهو انت اللي لازورجي وستين لادورجي. انت ايه يا شتيمي؟ ايوه شتيمي يا ابني. يخرب بيت انت عمرك ما شفت احمد جاكي؟ احمد جاكي الفيلم بتاع احمد جاكي قال ايه لما قال اي لادورجي هرد عليه هدي هو قلقه من رجليه وهبص هبص. ايوه وهفجل بص. ايوه ايوه فهمت يا ابو خلاص. ده يا ولد فهمت. يبقى ايه؟ انت هتقف لدرجي هناك وهبص هبص. ايوه وهفجل بص يا ولا. ايوه فهمت يا ابو. تمام. يبقى انت هتقف لدرجي وهبص هبص. ايوه وهفجل بص يا ولا. ايوه فهمت. يبقى هنتنيل. هقف انا عند الباب دي. ماشي. انت هتتنيل تقف لدرجي وهبص هبص. خلاص خلاص خلاص. في ايه يا ابا؟ عرفنا ان انت هتبوش البوش. خلاص هنقعد ساعة نحط الخطة. خلاص فين؟ هنفضل عن بوش لحد ما يخش يقبض علينا. خلاص فين؟ خلاص قوم. عيل صغير وبفهم الدنيا لسه. اقعد بقى قول لعيل زفت وعيل متنيل. خلاص
انا اقف عند الباب الهباب دي ماشي. وانت عند التاني تمام. تركز. بقول لك ايه؟ ايه البوليس لو دخل ما تقولش انني حرامي. امال اقول انت ايه؟ قول انني البريء. طب واني النمر والانثى. فاهم ولا خلاص فهمت؟ تمام تمام. يلا لم الخطه. امسك. اوعى حد يكون شايفني. ما تقلقش. تمام جوك ده. تمام. عرفت الخطه تمام؟ ايه. انا اقف عند الباب الامامي وانت هتعمل ايه؟ ايه لا درجي. وابص ابص. خلاص خلاص. برضه لسه ست الزفت دي ما جاتش. المذيعه كلها تتاخر. افضل ساعه بنزل اغاني. دي حاجه مقرفه. دي ست تلمه. دي حاجه قرف. سمعتك. ايه سمعتك وجايلك. يا نهار اسود. تعال لي. سمعتي ايه؟ تعال يا. تعال انت. خور يا. خور يا. سمعت. خور تعالى. انا اسف. اتاخرت عليك؟ لا اتاخر. بتتاخري ايه المشكله يعني؟ لا يا ده احسن يكون مش عاجبك ان اتاخرت. لا عاجبني والله. حقيقي مش عاجبك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت جاي الراديو كده؟ يا ابني ما بعرفش اسوق غير وانا حره. الدبل ما بيطوعنيش وانا بحاول. بحب ابقى براحتي. الدبل ما بيطوعك. وايه البنطلون اللي انت سايقه تروسيكل وانت جايه؟ يا ابني يا ابني احنا في راديو يا ابني. انت يهمك ايه غير الجزء الفوقاني والناس مش شايفه حاجه. ايوه صح عندك حق. ايوه كده. ايوه كده. نعم. عامل لنا ايه النهارده؟ هو انا طابخ النهارده؟ ايه اللي عامل لكم ايه النهارده؟ طب خليك في الشغل عشان ما تغيبش عليك. ماشي. عامل لنا ايه النهارده في النهاردة الشغل؟ النهارده البرنامج بتاعك في الشغل فيه فقرتين. اول فقره استقبال اتصالات. تمام. تاني فقره استقبال الضيف. اصلي مين بص بقى. نعم. منطقه الضيف دي تركز معايا فيها. حاضر. عشان انت امبارح رايح جايب لي واحد اخرس تقول لي حلقه انسانيه. انا متعاطف.